يقول لك سر الخلاف اللي ما بين قبرين ابو معاذ زكي، وهل فعلا في خلافات ماديه ولا وشوشه؟ فسر الخلاف يعني مع احترامي ده احمق ومتخلى، كلام رخيص. وبين ابو المعاض ذات معاملات ماليه، راجل محترم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا بره الاول من ذي الحجه، دي عشره عباده وعشره تقرب الى الله وعشره تسامح وعشره رضا. ووارد ان يكون هناك اختلاف، ولكن انا اعتز جدا بابو المعاض ذكي، وانا بجاوب على الاسئله كل الاسئله اللي بتجيلي بكل احترام. ولكن موضوعي مع ابو المعاض ذكي هذا موضوع شخصي، ارفض ان يخرج للاعلام. ابو المعاض اخويا، وابو المعاض فوق دماغي، واذا كان فيهم هجومي على وشوشه ان هو هجوم عليا، فانا في الحلقه اللي هاجمت فيها وشوشه قلت حرفيا قبل ما اتكلم انا اشكك في وشوشه وجوائزها وسرقوا حقي 3 سنين ورا بعض. وكان من المفترض انا الاول السنه دي والسنه اللي فاتت. وقبل ما اتكلم قلت مع كامل الاحترام للاستاذ ابو المعاض ذكي، وبقول له مليون مبروك على الجائزه. ولم اهاجم الاستاذ ابو المعاض ذكي ولا حصوله على الجائزه من قريب او من بعيد، بالعكس اتمنى له كل الخير واخ عزيز وتمام التمام. لكن انا هاجمت وشوشه كمؤسسه. يعني هو ينفع احمد جمال، كان هجومي على احمد جمال مش ابو المعاضي، ينفع زميلي احمد جمال اخويا الصغير ياخد الاول وهو ما بيعملش برنامج على اليوتيوب؟ طب اي تضليل ده؟ يعني ينفع تجيب واحد ما بيعملش برنامج اصلا وتديله الاول وتطلعني انا التاني وانا متفوق عليه ب 20 30 الف صوت؟ فالاستاذ ابو المعاضي ذكي اخ عزيز وزي الفل. هو بيقولوا لي امبارح هنا في موقع كل الكوره ومن نفس الاستوديو قال ان الخلاف في موضوع وشوشه ما حصلش. وبعد كده حد قال لي بيقول زعلان ان انا قلت لفظ يتحرق ابو المعاضي واقطع لساني قبل ما اقول كلمه زي دي. ولكن المشكله على فكره فيكم انتوا اللي بتسالوا، انتوا اللي بتسالوا السبب، انتوا ناس ما عندكمش ضمير، انتوا عايزين تفرقوا بين الناس. ابو المعاضي راجل اخويا وحبيبي، وبعد كده مهما يعمل ابو المعاضي جزمته فوق دماغي. يعني انسى المدينه وبقانع في الروضه عند رسول الله، انسى مكه واحنا بنطوف وبنبكي سوا، انسى العيش والملح، انسى ان كنا ماسكين كفنا على ايدينا احنا الاتنين، انسى الايام الحلوه دي. ابقى راجل واقي، وحتى لو ابو المعاضي غلط مسامحه، ولو انا غلطت بقول له حقك عليا. احنا في العشر الاوائل من ذي الحجه، وابو المعاضي اكبر مني بسنتين ومن حقه يزعل مني لو انا غلطت. حق الاخ الاكبر على اخوه الصغير، ومفيش حد هيفرقني عن ابو المعاضي، لكن انتوا السبب، وانتوا اللي مش محترمين، مش انتوا اللي بتتفرجوا عليا. الناس القذره، الناس الوحشه اللي بتقعد تقول له عبد الناصر قال عليك وعبد الناصر قال عليك وعبد الناصر قال عليك، وانتوا عارفين انكم كذابين. يعني اجي اقول ايه؟ اقول الكذاب اللي سرق الخبر بتاعي كذا، تروح الناس تقول لي انت تقصد ابو المعاضي ذكي. يا اخي في مليون واحد، انتوا اللي خلي انتوا اللي يمشي وراكم اوسخ حاجه انك تمشي ورا الناس. والاستاذ ابو المعاضي ذكي وصل له كلام عن طريق ناس قذره. وانا هنا من خلال موقع كل الكوره ومن نفس الكرسي اللي كان قاعد عليه الاستاذ ابو المعاضي بقول له انت اخويا الكبير، ويا ما فوتت لي ويا ما فوت لك، لكن لا يمكن ان انا ازعل منك او تزعل مني. وحتى لو انت زعلان انا مش زعلان، ولو زعلان حقك عليا. يما بقول عايز اصطلح مع مرتضى منصور وافتح صفحه جديده مع الناس، يبقى ابو المعاضي عشره العمر. اقدر انسى امه لما كانت معانا في العمره رحمه الله عليها، اقدر انسى اللي كان بيعمله مع امي، اقدر انسى سؤاله عن زوجتي وهي مريضه وبيتعامل معاها كاختي. سيبونا في حالنا بقى، كفايه الاسئله القذره بتاعتكم دي، سيبونا في حالنا، مالكمش دعوه بحد. 100 مره اقول ابو المعاض اخويا، ابو المعاض اخويا، وصلت الدرجه انكم تقولوا معاملات ماديه مفرقه بيننا، ايه اللي انتوا فيها دي؟ وارجع واقول غصب عنكم، واللي عايز يفرق بيننا جزمة ابو المعاض فوق دماغي،
واخويا الكبير، واحنا في العشر الاوائل من ذي الحجه بنقول ما عارفينش متى مين هيموت قبل التاني. وانا عايز اقابل ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام في اي لحظه كاتب لي فيها الموت، وانا ما فيش بيني وبين اي حد اي مشاكل. كيف كرهتونا في الاسئله؟ وعايز اقول بكل بيسال هذا السؤال لا ومش محترم. سيبوا الملك للمالك. واقول تاني واقفل الموضوع ده الى الاستاذ ابو المعاقي زكي، ان كنت زعلان مني حقك عليا، لكن والله العظيم انا ما قلت لفظ يتحرق ابو المعاقي، ولا اسأت لك ولا شتمت عليك، ولا قعدت 15 يوم اشتم عليك زي ما بيقولوا لك هؤلاء الناس القذره. لكن دي ناس مريضه يا ابو المعاقي، ما تسمعش للناس. ان جيت اتكلمت قلت انا بنفرد بخبر عشان تعرفوا الهبيدة الكذابين. ابو المعاقي انفايه بقى، حسبي الله ونعم. ناس حشريه عايزه تاكل لحم بعض، فيش رحمه ولا ضمير، واللي يمشي وراكم يخسر كل حاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل في الايام المفترجه في كل واحد بيسالني هذا السؤال. وشكرا ومش هكمل في الموضوع ده تاني.